كالعادة خلينا نتابع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، ومراسلتنا سالة حامد هتكون معانا النهاردة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة بونجور، صباح الهنا وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما أنت قلت يا نهاوند طبعا كالعادة يعني إحنا هنكون متواجدين هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان طبعا عشان نقول لكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. وطبعا قبل ما أطمن كل جمهور النادي الأهلي على حالة جميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي، خليني طبعا أطمنهم على حالة الفريق الأول لكرة القدم طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. وطبعا بعد ما النادي الاهلي امبارح احتل المركز الرابع في بطوله كاس العالم للانديه، النهارده ان شاء الله الساعة 4 بتوقيت المغرب والساعة 5 بتوقيت القاهرة الفريق هيتجه من المغرب للقاهرة إن شاء الله، وتقريبا الفريق هيوصل الساعة 11 النهاردة بالليل، ولكن لسه لم يتم تحديد يعني من قبل مستر مارسيل كولر الفريق هيريح كام يوم، هل هيريح يوم ولا يومين طبعا، وبعد كده يرجع ويستند تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام فريق الهلال السوداني وأول مباراة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي هتقام زي ما قلت يوم السبت في تمام الساعة 3 عصرا. وطبعا المباراة هتقام بين الفرقتين بره ملعب النادي الأهلي، هتقام على الملعب المخصص أو الخاص بفريق الهلال السوداني في السودان. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أتجه وأروح لجميع الألعاب الأخرى، والفريق الأول لكرة الطايرة رجال تحت قيادة الكابتن ميدو مسلحي. يمكن يعني الكابتن ميدو مسلحي مع فريق الماسترز الايام الماضيه بداوا كل او جميع المواجهات في بطوله كاس السوبر المصري للكره الطايره، ويمكن اول مواجهات النادي الاهلي في كاس السوبر المصري كانت مع نادي طلائع الجيش، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط واحد، ونادي الاتحاد السكندري كانت ثاني مباراه على طول وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وامبارح كانت ثالث المواجهات في المرحله الاولى من بطوله كاس السوبر وكانت مع نادي الزمالك وانتهت ايضا بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. النادي الاهلي واجه الزمالك اربع مرات في الموسم ده، وفي الاربع مرات يا كريم ونهاوند يعني فاز في جميع المواجهات وكمان على مختلف الملاعب. النهارده او امبارح يعني بعد الماتش او بعد المباراه مباشره الفريق اتجه بالكامل والجهاز الفني للاسماعيليه للدخول في معسكر مغلق استعدادا لجميع المباريات الفتره القادمه، ويمكن النهارده ان شاء الله الفريق هيتمرن ويعني هيلعب بكره كمان على صالة نادي القناة في الإسماعيلية، والنهاردة هيكون التمرين أيضا في إسماعيلية استعدادا لمباراة النصف النهائي أو سيمي فاينل بطولة كأس السوبر، واللي هتكون مع رابع فريق في الترتيب. طبعا النادي الأهلي احتل المركز الأول وطلائع الجيش احتل المركز الرابع، والأول يعني بيلعب الرابع في السيمي فاينل، فإن شاء الله بكرة الساعة 6 هتكون مباراة السيمي فاينل مع طلائع الجيش في بطولة كأس السوبر المصري. كمان يعني خليني اقول لكم ان امبارح بعد يعني مواجهه نادي الزمالك يمكن اكتر اللعيبه او اللاعبين تسجيلا للنقاط في المباراه كان احمد سعيد برصيد 15 نقطه، ولويجي المحترف الايطالي برصيد 12 نقطه، وعبد الحليم عبو برصيد 11 نقطه. كمان فتيات الذهب او سيدات كره الطايره تحت قياده الكابتن حمدي الصافي النهارده ان شاء الله يا نهاوند كريم هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه استعدادا لاول مباراه في المرحله او الدور اللي قبل النهائي من بطوله الدوري، واللي هتكون امام نادي الشمس ان شاء الله يوم الخميس المقبل، والمباراه هتقام الساعه 2 بعد الظهر، ولكن هتقام يعني بره ملعب النادي الاهلي على صاله نادي الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه. استكمالا جميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم ان سيدات كره اليد يعني الايام الماضيه كان عندهم مباراتين يعني مهمين جدا في بطوله الدوري، اول مباراه كانت مع نادي سبورتنج وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 26-20، يمكن دي كانت الجوله يعني الخامسه من بطولة الدوري، والجولة الستة كانت مع نادي الجزيرة امبارح على صالة النادي الأهلي وانتهت بفوز النادي الأهلي برصيد أو يعني بنتيجة 27-14، ده لصالح النادي الأهلي. وكمان رجال كرة اليد كان عندهم مباراتين يوم الخميس والجمعة يا نهواندو يا كريم، ويوم الخميس كانت مع نادي سموحة وانتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 25-23، ومباراة يوم الجمعة كانت مع نادي طلائع الجيش وانتهت بنتيجة 30-24 لصالح النادي الاهلي. يمكن دي انا هواند وكريم كانت كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا هواند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا هواند، تفضلي.
كالعادة يا سالة، تغطية رائعة منك، بشكرك جدا جدا وصباح الفل عليك. شكرا ليك.